بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرك السيد الوزير لانكم كما طمأنتم التجار الصغار في الاسبوع الماضي انتم كتاكدوا على البعد الاجتماعي للسياسه العموميه اللي تبنتها الحكومه، وخلاف لما يروج بانه لم يكن ينفق من هذا الصندوق انتم اكدتوا ان اكثر من 3.5 مليار ديال الدرهم تنفقات ومشات للفئات المعوجه. انتم كتحيوا الثقافه ديال التضامن، الاخذ من الاغنياء والانفاق على الفقراء. بغيناكم تمشيو في هذا الطريق ولقى الصدى ديالو في الاعلام. لماذا التلفزه المغربيه لا تتحدث على هذه الامور؟ بغيناكم تبينوا فعلا بان البرلمان صوت باش الارامل اللي اول مره يستافدوا، صوت كذلك بان ذوي الاحتياجات الخاصه يستافدوا. بغيناكم ديروا مجهود على مستوى التطبيق باش يكون الاستهداف وباش ما يوقع مش الحالات اللي كنلقاو البعض اللي كيستافد من لامو كيستافد من الرميد. يكون الاستهداف، يكون توسيع دائره الاستهداف وتكون المراقبه. 2013 نفقتوا من الميزانيه العامه، ينبغي ان تستمروا. شكرا سيدي النائب المحترم. شكرا.